في عناوين النشرة: رحيل عصر عن قرن من الشعر. مشوار جينا عدني مشوار. الأهالي والأمن وجها لوجه. وأول صدام مع السياسة. ما رح يكون في تسكير طرقات بعد اليوم، لازم يكون واضح هذا لكل الناس. يا خي نحن دمنا مر. الدستوري يرد الطعن. استفزني في القرار الحيثيات التي تصب كلها في حيثيات الطعن والفقرة الحكمية التي هي فقرة سياسية بامتياز. في الخاص: الليطاني ارتفاع منسوب المجرور. حالياً الليطاني كله مجرير. المياومون مشاوي وشباب. كان حدا بيو عطيه مبلغ مرتب فحب يجيب لحمة مشوية يشوي لحمة. حسن خيو للشهيد رحل من كادر الحياة. يا حسن. نعم. فيك تطلع لي من الكاميرا؟ بديش. وفي النشرة: من وائل إلى وائل، هم غذائي واحد. أستاذ وائل بدي هنيه وبرافو عليه وبنطلب منه أنه يستمر. عم حكيكي تقطم. تفاصيل هذه العناوين وغيرها من الأخبار ترقبوها في النشرة بعد قليل. منحوتا مثلها للشمس غاب من كان مرجوحة للشعر. أبو يارا التي كانت جدايلها شؤر، ذلك الذي أرخى شالا على كتف رندلة، حاك المجدلية وسكن في عواصم عربية بالحرف المذهب، شقع على لبنانه أكوام قصائد، حارب للعامية، رشق القدس بسيف فليشهر، وأحب دمشق هواها الأرقة، أحب جوار بلاده. لبنان اليوم بلا رأس بلا عقل، منزوع الرؤوس المدبرة في الفن والسياسة. ولأنهم كبار في الحياة هم أيضا هامات في الموت، يقررون السير معا بعد انقضاء المهمة. وصوتا بشعر أبت صباح قبل تشييعها إلا أن تمشي مع رفاق من الصفوف الأولى، فكان أن وافاها سعيد عقل إلى الموت هازما القرن بسنتين ومكتبة حبر. ترك لبنان صخرة معلقة عليها يقام جدل لا يؤسس لحوار، فيما يهددنا الإرهاب بإسقاط الصخرة على الرأس، وهي حال مجموعة تضغط على رقاب الناس وتفاوضنا بعد الساعات وتعلن العزم على الإعدام. وتطويقا لتهديد النصرة، تحرك جهاز الأمن العام وتواصل مع الجانب القطري الذي أبلغ اللواء عباس إبراهيم عزمه على التوجه مجددا إلى لبنان في الساعات المقبلة، في حين تستمر اتصالات المديرية لوقف تنفيذ تهديد النصرة بحق أحد العسكريين، وهي مهمة كلف نفسه بها أيضا مصطفى الحجيري أبو طائي الذي توجه إلى جرد عرسال. وآخر الأنباء تشير إلى أن الخاطفين كانوا يستخدمون أوراق القوة والضغط لتحريك الشارع، وهم تراجعوا عن التهديد ولم يعرف دواءهم سوى وزير الداخلية نهاد المشنوق الذي رفض الضغط واستخدام أوجاع الناس وأمسك المشنوق بالشارع مانعا العبث به. لكن هذا الموقف استفز النائب وليد جملاط الذي تحرك تويتريا لنقد معاليه، وحرك معه الجهاز الغذائي وائل أبو فعور. وبالأمن تدوم النعم، إذ اتضح أن السنوات الثلاث التي قضاها الرئيس سعد الحريري في المهجر لم تكن أمنية بل مادية،
معلنا عودته قريبا جدا إلى لبنان، على أن تعيينه وليا على هبة المليار تمنعه حاليا من التحرك خارج المملكة، فهو قال إنه يتابع كيفية صرف الهبة لكن من دون رقيب، باستثناء تفويض خالد عبد العزيز التويجري القيام بمهمات الرقابة ومجالس التفتيش المركزية والخدمة المدنية اللبنانية. الحريري تتكدس فوقه مهمات صعاب، فهو الخزينة، وهو الإشراف على الصرف، وهو ديوان المحاسبة والتسعير وتوزيع العمولات. أما الجيش والمؤسسات الأمنية فقد خفف عنها عبء التكليف وسيقتصر دورها على تسلم البضائع العسكرية، وكفى المؤسسات الأمنية شر الحساب. على زمن رحيل الكبار سعيد عقل يغادر لبنانه. لعب الريشة وهو واضفر العمر ورود، وهو نيما ليس يهوى لم يزر هذا الوجود. لعب الريشة وهو واضفر العمر ورود، وهو نيما ليس يهوى لم يزر هذا الوجود. أقول الحياة العزم حتى إذا أنا انتهيت تولى القبر عزمي من بعدي. بكلماته وريشته كتب الشاعر والأديب سعيد عقل قصيدة رثائه عن عمر ناهز 102. توفي سعيد عقل بن زحلة الذي لقب بالشاعر الصغير منذ طفولته، واعتبر عقل من أكبر الداعين إلى القومية اللبنانية من خلال التركيز على ما يسميه الخاصية اللبنانية. الخصوم لا فكرة التخيل يشاؤونني غير نظر الخيال كما لا ولا عبقري الغد أبيت أنا قبلة الموعد سكنت بلادي صنع المحال سأسكنها بعد صنع يدي. بموت عقل فقد الشعر اللبناني أحد أعمدته، فالرجل حول الكلام نغمة وحاك الشعر فبات أيقونة من لبنان. كتب فخر الدين وعشق رندلة فحول الاسم بصمة في جيل ذاك الزمن. رفع كأس الخمر فرفعت له الأنخاب، ومجدليته غيرت وجه الشعر في الشرق. عاش في حياته انفصامات سياسية، انتسب في بداية العشرينيات من عمره إلى الحزب السوري القومي الاجتماعي، وعندما أعلن أنطون سعادة زعيم الحزب عن رغبته بأن يكون لحزبه نشيد، كتب سعيد عقل مشروع هذا النشيد وقدمه لزعيم حزبه الذي لم يعتمده نشيدا بسبب عبارة سوريا فوق الجميع، والتي تشبه عبارة هتلر الشهيرة ألمانيا فوق الجميع. انسحب سعيد عقل من الحزب السوري القومي بعد سنتين تقريبا على انتسابه إليه، ليتعرف بعد ذلك بسنوات إلى جمعية قوميين عرب جاور القومية العربية وأعجب بها وتطلع إليها بحب، قبل أن ينسحب منها فيما بعد باتجاه ما سماه القومية الفينيقية، والتي وصفها البعض بالتقوقع المسيحي اللبناني. حبك ما بعرف هن قالوا لي من يوم من أقصى العروبة جنح عقل إلى أقصى اليمين، فكان من مؤسسي حزب التجدد اللبناني، كما كان يعتبر الأب الروحي لحزب حراس الأرز الذي يتزعمه إتيان صقر. ينتقد عليه تأييده للقضاء الإسرائيلي على الوجود الفلسطيني في لبنان عبر تأييده للهجوم الإسرائيلي على لبنان عام 82 نكاية في الوجود العسكري الفلسطيني المسلح في لبنان. تنظيف لبنان من آخر فلسطيني،
هيدا المطلب اللي بده اياه لبنان. اذا هالامر هيدا ما تم انا بكون تعيش والشعب اللبناني بكون تعيش معي. اول ما فات الجيش الاسرائيلياني على لبنان كان لازم كل لبناني يقوم يقاتل معه. انا لو انه عندي تنظيم حربي هلا بقوم بقاتل مع الجيش الاسرائيلي وما بخلي الجيش الاسرائيلي. انا بجريدتي اليوم انا وعم بشكر الجيش الاسرائيلي بعنوان اسرائيل عنا بهالافتتاحية، انا وعم بكتب بقول انا مبسوط لسببين، لانه هالجيش عم يخلصنا ولانه بيجن عم بيخلص العالم وعم يسحق راس الحي اللي اسمه الارهاب. هلا بحكي لك عنه. هاد اللي بيقول جيش غزو بده قص راس، انا باسم كل لبنان بقول لك هذا الوحيد الجيش الخلاص. بيلموا اخبار ومشوار يا عيوني مرق مشوار. أهالي العسكريين المخطوفين يقطعون طريق الصيف وتدافع بينهم وبين القوى الأمنية يقع الإعلام ضحيته ووزير الداخلية يهاجم. هكذا واجهت الدولة تحرك أهالي العسكريين المخطوفين على واقع تهديد جبهة النصرة بإعدام أحد العسكريين الأسرى لديها وإعلانها أنه لم يتبقى سوى 8 ساعات لإعدام المخطوف علي البزال. التدافع وقع بين أهالي العسكريين والقوى الأمنية التي حاولت منع الأهالي من قطع طريق الصيف حيث افترشوا الأرض تنديدا بالمماطلة في متابعة قضية أبنائهم. يا عيب الشمع عليهم، ليلهم 4 أشهر. قتلوها وبعتوها على المستشفى، ضربوني انا على بطنها. مين قوى الامن وترك ام خالد امه لابوك بالحدي ده خالد ما بالوحش بالمستشفى ضربوا ترك قوى امن 3 نجوم، قوى امن 3 نجوم. ام رسونا بدي ابني، انا روحي جيبيه انت، انا روحي جيبيه انت قوى الامن، انت روح نروح نجيب اولادنا. يلا ضربونا وقعونا بالارض يا عيب الشوم عليهم. واستحضرت القوى وحدات اضافيه ومنعت وسائل الاعلام من النقل المباشر وجرى الاعتداء على المراسلين والمصورين ومن بينهم المصور في قناه الجديد الزميل سمير العقدي. وطن وطن روح شوي ضربك على راسه؟ كمان انت كمان؟ لا سلام. روح لا روح 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 لعلى المستشفى. أما رد وزير الداخلية على ما تعرض له أهالي العسكريين فكان موقفا سياسيا. اللي عم بيصير واللي رح يصير كل يوم سببه الرئيسي هو الاستعراض اللي تم بعد تحرير الأسير عياد، اللي أنا بالتأكيد بهنيه بسلامته. لازم يعرفوا انه حل انه تسكير الطرقات هو مش حل، وهذا التصعيد بناء على اوامر الخاطفين هو تصعيد ما بيؤدي الا تعطيل البلد، تعطيل البلد ما بيرجع المخطوفين، وبصراحه ما راح يكون في تسكير طرقات بعد اليوم. وما قاله المشنوق استدعى ردا سريعا من اهالي العسكريين. بدنا نتوجه بالشكر اليوم لدوله الرئيس تمام سليم، وبالشكر لوزير الداخليه اللي اليوم انجز وعده وجاب لنا اولادنا، بضرب نسائنا وبضربنا على الطرقات وبرش المي. نحن متشكرك يا معالي الوزير كثير كثير. يا معالي الوزير اذا انت بدك دم، اذا انت بدك دم، انت بهالعمليه هاي عم تطلب دم. لك اذا بدك دم ما له شيء، نحن يا خي نحن دمنا مر، يا خي نحن دمنا مر. انت عم تودينا على مكان نحن ما بدنا اياه ومش رايدينه. رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط استنكر ما تعرض له أهالي العسكريين في منطقة الصيف وغرد قائلا: بعضا من التواضع يا أصحاب المعالي، هؤلاء لا يملكون إلا قميصا على صدورهم، الغير يقفل الطرقات بالمواكب الأمنية الحقيقية والوهمية. وفي السياق أشار وزير الصحة وائل أبو فعور إلى أنه أجرى اتصالا بالأهالي ناشدهم فيه فتح الطريق وإعطاء مهلة للاتصالات التي تجريها الحكومة، موضحا أنه سيلتقيهم عند 7 من مساء الغد. وقال أبو فعور: إن كل ما طلب منا قمنا به، وليست كل الأوراق بيد الدولة اللبنانية، مشددا في الوقت عينه على أن أهالي العسكريين ليسوا قطاع طرق وأن رئيس الحكومة تمام سلام يبذل جهدا في الملف.
والآن ننتقل مباشرة إلى الزميلة رونا الحلبي في ساحة رياض الصلح. رونا، كيف تبدو أجواء أهالي العسكريين المخطوفين بعد الذي حدث اليوم وبعد الأجواء التي تم تداولها عن احتمال عودة الموفد القطري؟ نعم جورج، هناك جو من الارتياح بين أهالي العسكريين المخطوفين، خصوصا بعدما قررت جبهة النصرة تأجيل ذبح علي البزال أحد الجنود المختطفين، بعدما كانت قد أعلنت عبر تويتر أنها ستقوم بتصفية هذا الجندي إذا لم يفرج اليوم، أو أعطت مهلة 8 ساعات للإفراج عن جمانة حميد، إلا فهم هددوا بتصفية هذا الجندي. وعلى الإثر قام أهالي المخطوفين بقطع طريق الصيف مجددا بعدما كانوا قد قطعوها خلال النهار، فهم قطعوها في ساعات ما بعد الظهر بعد تلقي هذا التهديد، ولكنهم عادوا إلى مقر اعتصامهم في رياض الصلح بعدما يعني ترددت إليهم معلومات أن جبهة النصرة تراجعت عن هذا الأمر، أو أنها على الأقل أجل هذا الأمر ريثما تكون هناك محادثات أخرى تجريها الحكومة اللبنانية وكل من القيمين على هذه المفاوضات مع الخاطفين. وفي هذا الاعتصام في ساعات ما بعد الظهر جورج انضم النائب هادي حبيش إلى الأهالي المعتصمين، ويعني اليوم ما هي آخر المعلومات المؤكدة من جهة الخاطفين؟ هل هو تأجيل الذبح أم هل هو تراجع عن الذبح؟ يعني ما حدا بيقدر يأكد شيء، ولكن إن شاء الله بيكون تراجع عن هالقرار، لأنه أنا بقول شغلي باسم العسكريين، يعني حرام ندفع العسكريين ثمن شيء مش بإيدهم، وحرام ندفع كذلك الأمر أهليهم هذا الثمن. يعني العسكريين اليوم مخطوفين مش قادرين يتحركوا أكثر من هيك، الأهالي عم يعملوا كل جهدهم مع دولتهم لحتى تقدر تأمن المطالب تبع الخاطفين، وبتصور أنا الدولة اللبنانية يعني جادة بالوصول إلى حل لحل هذه بالوصول إلى حل لاسترجاع العسكريين وتأمين المطالب اللي ممكن تأمينها للمخطوفين للخاطفين. شكرا لك شيخ. أيضا باسم أهالي المخطوفين، يعني بعد ما جرى اليوم من تصادم مع القوى الأمنية، هل سيلجأ الأهالي إلى مزيد من التصعيد في الأيام المقبلة؟ طبعا نحن دعونا غدا إن شاء الله الساعة 10 صباحا إلى التصعيد بنفس المكان ونفس الزمان اللي دعينا فيه، وإستنا ما دمنا ما زلنا مصرين على التصعيد غدا. أما التعاضي للقوى الأمنية معنا اليوم، نحن استنكرنا بكل معنى الاستنكار، لأنه كان أبشع الأنواع القمع كانوا عم يقمعونا إياه، ونتمنى غدا أنه ما يصير هذا الشيء، لأنه نحن عم نعبر، نحن عم نوصل رسالة، نحن اليوم أولادنا ما السكين على رقبتهم، نحن بنتمنى من وزير الداخلية هو ينزل يعتصم معنا ويقف معنا، لأنه هدول أولاد المؤسسة العسكرية وأولاد القوى الأمن الداخلي. إذا جورج، هذه هي الأجواء من ساحة رياض الصلح، ولكن للتذكير جورج فقط فإن جمانة حميد هي سيدة لبنانية كان قد ألقي القبض عليها في 12 شباط، وهي تقود سيارة مفخخة خرجت من عرسال وألقي القبض عليها مع امرأتين أخرتين كانتا معها في السيارة، ودعت إحداهما أنها حامل لكي تتمكن من العبور عبور الحاجز بشكل أسرع، ولكن تم القبض عليها، وقالت بعدها في التحقيقات أنها قالت إنها لم تكن تعلم أن هذه السيارة مفخخة. نعم تفضل. نعم تفضل. أنا بس بدي حب توجه برسالة شكر باسم الأهالي للشيخ مصطفى الحجيري اللي حمل حاله وطلع للجبل لحد هلأ عم بيحاول إنه يحقن الدم اللي صار. بكل الأحوال إن شاء الله يقدر يتوصل لنتيجة، ونحن بنوعده كأهالي إن شاء الله بإذن الله مثل ما هو عم يخدم قضيتنا إن شاء الله نحن رح نقدر نخدم قضيته بموضوع ابنه بأقرب وقت بإذن الله. نعم رونا، بس هيك بدي أقول. نعم هذه كانت كلمة والد العسكري المخطوف محمد يوسف. نعم رونا، ونحن طبعا سنوافيكم بأي جديد. شكرا لك، كنت معنا مباشرة من ساحة رياض الصلح. المجلس الدستوري يرد الطعن المقدم من التيار الوطني الحر المتعلق بالتمديد لمجلس النواب، والوزير سليم جريصاتي مستفز.
قرار ممتاز بدك تقروه، بدكم تقروه من جوا مش بس الفقرة من برا، قرار مدروس وقرار عادل وممتاز. الحقيقة أن التكتل تبلغ يعني بخيبة أمل علمية ووطنية عبر عنها العماد عون خير تعبير. هذا القرار بالتأكيد هذا القرار ملزم لجميع السلطات وملزم لنا. لم يكن يتوقع أعضاء تكتل التغيير والإصلاح أن يجري قبول طعنهم، لكنهم على الأقل لم يتوقعوا هذه الازدواجية في قرار الحكم النهائي للمجلس الدستوري الذي أكد أن دورية الانتخابات مبدأ دستوري لا يجوز المس به مطلقاً، وأن ربط إجراء الانتخابات النيابية بالاتفاق على قانون انتخاب جديد أو بأي اعتبار آخر عمل مخالف للدستور. وأشار قرار رد الطعن إلى أن التدابير الاستثنائية ينبغي أن تقتصر على المدة التي توجد فيها ظروف استثنائية فقط، على أن تجرى الانتخابات النيابية فور انتهاء الظروف الاستثنائية وعدم انتظار انتهاء الولاية الممددة. ولكن وبعد سرد حيثيات المخالفة للقانون، قرر أعضاء المجلس رد الطعن للحيلولة دون التمادي في حدوث الفراغ في المؤسسات الدستورية، قرار استفز العونيين. قلتم، وهذا هو الأخطر، هذا هو الأخطر رجالي، أن المجلس النيابي بمناورة تشريعية تصل إلى حدود الانحراف التشريعي أقر قانون التمديد قبل 9 أيام فقط من انتهاء الولاية، وأن المجلس تبلغ الطعن قبل 7 أيام فقط من انتهاء الولاية، فضيق عليه الزمن وأقفلت عليه السبل ولم يجد سبيلا إلا إلى رد المراجعة كي لا تقع المؤسسات الدستورية في الفراغ. عن أي فراغ يتكلمون؟ عن فراغ سدة الرئاسة في ظل الميد 62 وفي ظل مجلس وزراء يمارس هذه الصلاحيات الرئاسية وكالة؟ عن فراغ الحكومة المستقيلة التي تصرف الأعمال؟ عن فراغ المجلس المنحل الذي تصرف فيه هيئة المكتب الأعمال لثلاثة أشهر؟ عن حكومة تستطيع اليوم وبعد اليوم وكل يوم أن تدعو الهيئات الناخبة إلى إجراء الانتخابات النيابية؟ شو استفزك؟ استفزني في القرار الحيثيات التي تصب كلها في حيثيات الطعن والفقرة الحكمية التي هي فقرة سياسية بامتياز. جرايساتي تحدث أيضاً عما هو أبعد من التمديد للمجلس النيابي أيضاً. إذا كانوا منتظرين مثلاً منا أنه نستقيل مجلس النواب فليفهموا أننا لسنا طلاب فولكلور، مش نحن اللي حنعوم قانون 60. وإذا كانوا منتظرين منا استقالة من الحكومة نحن طلاب استقرار، ولكن بالوقت نفسه لا، كل مكمن خلل بدءا من هذا القرار حندل عليه. طالبين تفسير المادة 24، حنصر على التفسير قبل أن نأتي بأي قانون انتخاب أو نوافق عليه. شو بيفيد؟ ما بيفيد شيء. بيفيد أنه عندما يكون هنالك الميثاق قبل أي شيء آخر ما حدا ينتظر منا ولا تضحية ولا موقف على الإطلاق. وتكون صريح أكثر رشال ليفهموا اللبنانيين، المواقع الميثاقية ما بتتحدد بليل إعلامي باريسي ولا بتتحدد بسياق قرار مجلس دستوري تنفح منه السياسة. عمين عم تلطش على الكل، على الكل، كل من هو معني بالاستحقاق الرئاسي يجب أن يعرف أن هذا الاستحقاق الرئاسي يعنينا من حيث أننا الممثلون الأقوى للمكون الذي يجب أن يتبوأ ممثله الأقوى هذا الموقع. زعجكم حديث الرئيس الحريري امبارح؟ ما هكذا تورد الإبل يا سعد. من السهل الاعتراض والشكوى، ولكن من الواضح أن التمديد للمجلس النيابي ثابتة لا يمكن المس بها في ظل إصرار الإصلاحيين والتغييريين على الحفاظ على أوراق التفاوض الأخرى في مفاصل الحياة السياسية والاستحقاقات المقبلة. رشا الكرم، قناة الجديد. هل انتهت معركة المجتمع المدني بعد رد المجلس الدستوري للطعن؟ تحقيق للزميل ناصر بلوط. للسنة الثانية على التوالي يفشل المجلس الدستوري أمال الكثير من اللبنانيين،
والذين رأوا فيه خلاصهم القانوني من التمديد الجديد لمجلس النواب. لم ينتظر المجلس الدستوري طويلا ليعلن أن الطبقة السياسية ما زالت تضع يدها على القضاء في لبنان. لم ينتظر انقضاء مهلة 15 يوما والتي حددها القانون. أصدر قراره سريعا جدا، متسلحا هذه المرة بذريعة عدم التمادي في الفراغ، بالإضافة إلى الذريعة الأمنية. ولكن يبدو أن القانون اللبناني له كلام آخر، خصوصا في المادة 74 من الدستور. اللي صاير عنا هو ينطبق على المادة 74، أنه ما في رئيس جمهورية والمجلس الدستوري أبطل القانون، قانون التمديد. يعني ما عنا لا مجلس نواب ولا مجلس دستوري، صار يجتمع تدعى الهيئات الناخبة حكما، حكما خلال المهلة طبعا 3 أشهر، وبينتخبوا مجلس نواب جديد وهو بيرجع بينتخب رئيس الجمهورية. في 3 أمور بتقدر إن تلغي الانتخابات، تلغي أو بيجتمع مجلس نواب ومثل ما عملوا ومددوا لمجلس نواب. الأمر الأول هو أمر أمني، مثل ما قالوا الأجهزة الأمنية إنه مش قدرانين. في أمر تاني، أمر هو سياسي، لما بيكون السياسيين مختلفين وبينقسموا اللبنانيين 50 بدهم 50 ما بدهم، مثل ما هو صاير هلا. وفي الأمر الثالث هو الأمر القانوني. الأمر القانوني اللي نحن وقعنا فيه هلا، إنه مجلس وزراء ما قام بواجباته، ما عين هيئة إشراف للانتخابات. فإذا نحن ما فينا نعمل انتخابات إذا ما في هيئة إشراف للانتخابات، لأنه أي إجراء انتخابات بظل عدم وجود هيئة إشراف يعرض الانتخابات للطعن، وأي متضرر بيقدر يطعن. أما المجتمع المدني والذي يعاني التشرذم والتفكك، فقد حاول خلال المعركة غير المتكافئة مع النواب إيصال رسالة بسيطة تقول لن يمر التمديد مرور الكرام، وهو قد تحرك لهذه الغاية ونظم اعتصاما أمام الدستوري الأسبوع الفائت. فهل انتهت هذه المعركة عند هذا الحد؟ نحن بالجمعية ومن خلال مع عدد من الأفراد ومن الجمعيات لجأنا لتقديم طعن شعبي كان سيرفع للمجلس الدستوري، وبعدنا بنروح نرفع للمجلس الدستوري فليتحمل مسؤوليته المجلس الدستوري. هذا الطعن نحن نعرف أنه من الناحية الشكلية سيرد شكلا، لأنه في لبنان الطعن أمام المجلس الدستوري هو حق للرؤساء الثلاثة حسب المادة 19. الظروف الاستثنائية تستدعي تدابير استثنائية متناسبة، مثلا أن يتم إعادة نظر بإجراء الانتخابات مثلا بيوم واحد، أن يتم نقل مراكز الاقتراع من أماكن إلى أخرى، ولكن لا يمكن تحت حجة الظرف الأمني أن نلغي العملية الديمقراطية. ومش بس أن نلغي العملية الديمقراطية، اليوم ما حدث مع قرار المجلس الدستوري تأكد إلغاء ولاية كاملة ودورة انتخابية كاملة. المجلس الدستوري يعني كان لازم ينتبه لبعض الأمور. يعني في لبنان مثلا تم تنظيم ماراثون بيروت شارك فيه فوق 50,000 مواطن بمكان واحد بشوارع بيروت. بعتقد لو الظرف الأمني في البلد ما بيسمح بإجراء انتخابات كان يجب منع هذا الاحتفال، حرصا على سلامة المواطنين. بهذا المعنى أنا عم أقوله، مش أبدا ضد الماراثون. إذن الحجج الأمنية والدستورية لم تعد كافية لإقناع اللبنانيين بضرورة التمديد، فيبدو أن الطبقة السياسية مصممة على تحدي إرادة اللبنانيين. اللبنانيون الذين تركوا معركة التمديد الأولى في العام الماضي، فهل سيتركون هذه المعركة وينسحبون منها اليوم؟ ناصر بلوط، قناة الجديد. مشاوي والشباب في حرم مؤسسة كهرباء لبنان، تقرير رونا حلبي. 100 يوم وأكثر مر على اعتصام المياومين وجبات الإكراء في شركة كهرباء لبنان، يبيتون هنا، يأكلون هنا، ويمضون وقتهم هنا. فباتت هذه الغرفة الواقعة في باحة مبنى الشركة بمثابة بيت لهم. على حساب المياومين على موقع فيسبوك نشر أحد المعتصمين صوراً أظهرت بعض المياومين يشون اللحم ويستمتعون بنفس أرجيلي في حرم الشركة. مصدر في شركة كهرباء لبنان أسف على رؤية هذه الصور ورأى أنها تبين حقيقة ما يجري في حرم الشركة وكيف أصيبت إحدى أكثر المؤسسات حيوية بالشلل الكامل بدلاً من أن تعج بالمواطنين والعاملين. وأضاف المصدر إن هذا المشهد غير مقبول في حرم المؤسسة وإنه لا يمت إلى العمل المطلبي بصلة، مؤكداً أن ما يجري هو احتلال للمبنى وتعطيل للعمل فيه.
لكن المياومين الذين لا يزالون في انتظار قرار تثبيتهم ودفع مستحقاتهم الغائبة منذ 3 أشهر قللوا من أهمية هذه الصور وسألوا صار الأكل عيب، متمنين لو يسلط الضوء على معاناتهم بدلاً من محاولة تشويه صورتهم. شبابنا بيجوا بيقعدوا هون كل ليلة 7 أو 8 شباب، بيجمعوا من بعض مصاري، بيجيبوا أكل. هلأ امبارح سأب الشباب اللي كانوا هون كان حدا بيو عطيه مبلغ مرتب، فحب يجيب لحمة مشوية يشوي لحمة، وصور صورة وحطها على الفيسبوك. مش عارفين على قد صفحتنا مراقبة يعني من قبل الأجهزة الإعلامية والمخابراتية لدرجة إنه ينشال الصورة اللي ممكن تسيء، علما أنا ما شفتها مسيئة أبدا، وتنحط على التلفزيون إنه ليكون ميومين شو عم يعمل. أكيد نحن بناكل، وفي اعتصامات صارت على مستوى وطن، كانت شرب الأرجيل فيها ولعب الورق، وبتسائب إنه شاب من الشباب بيجيب معه أرجيلة بيقعد بيشربها، إنه ما بعرف ما يعني ما مش ملاقيين فيها شيء. يعني إحنا مش قاعدين بالطابق 13 عند سعادة المدير، أو مش قاعدين بصالة الزباين، نحن قاعدين بالباحة الخارجية. وبدي أقول ملاحظة مهمة، هيدي الباحة كان يقعد فيها حرس سعادة المدير العام، كانوا كمان يأكلوا ويشربوا ويشربوا أرجيلة ويلعبوا ورق هيدي الزوارية بيطلعوا منها. نحن جماعة عنا قضية محققة وعم نطالب بحقوقنا، ما طالبين مني من حدا. والمؤكد أن المعتصمين باقون في حرم المؤسسة في ظل غياب حل لأزمة المياومين التي زادتها الاعتبارات السياسية والطائفية تعقيداً. رونا حلبي، قناة الجديد. فضلات القرى والمعامل تحول نهر الليطان إلى مجرور، تحقيق نبيل غصين. هذا هو نهر الليطاني، هكذا أصبح خالياً من الحياة، مياهه سوداء قاتمة، رائحته نتنة. نهر الليطاني أصبح نهراً للمياه الآسنة. كنا نشرب منه، كانوا الشباب يجوا يتسبحوا فيه، كانوا أهل الضيعة يجوا يستعملوا ميته للغسيل. حالياً الليطاني كله مجارير، والضيع المجاولة كلها مدت مجارير على مصب النهر، هيدي سبب التلوث للنهر. وعندنا كمان معامل عم تصب مياه الأسنة على أعلاي. يعني شيء بيعرف، منظر بيعرف. يعني أنا بتمنى من الدولة هي تيجي تشوف، الوزراء والنواب تيجي تطلع وتشم وتشوف، يقعدوا هني هون، مش لحنا، هني يجي يقعدوا هون. يعني الواحد لازم يسخن مرة بالسنة بالقريب، عطول هون مستمر القريب والسخون ومستشفيات عطول من ورا هالريح. كنا نتسبح ونشرب ونغسل، أم هلا كله وسخ. خيتي معمل أجبن كمان في عنده يعني التكرير تبعه اللي عم تتحول على نهر الليطاني. معظم المعامل لا تلتزم قرار إنشاء محطات خاصة لتكرير النفايات، ومنها معمل الألبان والأجبان ليبونلي الذي قمنا بتتبع نفاياته حتى مجرى النهر، وعندما زرناه لم يسمح لنا بالتصوير وأقروا بعدم وجود محطات للتكرير. هلا انتم يعني ما عندكم محطات تكرير للنفايات عندكم؟ ما عندنا. طب وين نفاياتكم بتكبوها؟ يعني احنا هلا ما فينا نفوت نصور بالمعمل. لم يقتصر هذا التلوث على مجرى النهر بل تعداه الى المياه الجوفية، ولكن ما مصدر هذه المياه الآسنة؟ أكثر شيء بيلوث مياه الليطاني هو المياه الآسنة المنزلية. فوق 100 معمل موجود بمنطقة الليطاني، كل تقريبا ملوثاتهم عم تنكب مباشرة. يمكن عندنا 60 أو 65 تقريبا معمل للمعالجة بلبنان ككل، بس حاليا ما في غير يمكن 2 أو 3 بس فعالين فعليا. إذا كانت الجهات المعنية قد تحركت لمحاسبة المطاعم والمسالخ المخالفة، من يعاقب الدولة على إهمالها إنشاء وتفعيل محطات التكرير وفرض الأمر على أصحاب المصانع، وهو ما يلوث بيئة بأكملها. نبيل خصين، قناة الجديد. استقبل الرئيس العماد ميشيل سليمان في مقر إقامته في باريس الرئيس سعد الحريري في حضور نادر الحريري، وأجرى خلال اللقاء عرض للتطورات العامة.
من معرض بيروت العربي والدولي للكتاب، الرئيس تمام سلام يطلق دعوة إلى التقارب والحوار والإسراع في انتخاب رئيس للجمهورية. قال لي والدي جملة ما فتئت أكررها تقول: السياسة مصدر الجهل. في أيامنا هذه كثر الجهل أيها السادة. السياسة هكذا حضرت السياسة بمفهومها اللبناني العتيد في كلمة راعي التظاهر الثقافية السنوية التي اعتادتها بيروت منذ 58 سنة، هي مقدار العمر الزمني لمعرض بيروت العربي الدولي للكتاب الذي يستقبل زائريه هذا العام في البيال. وافتتحه رئيس الحكومة تمام سلام بالأسف على ضياع السياسة بمعناها النبيل في غابة الفئوية والحسابات الضيقة. المطلوب منا أن نتعالى فنخفض نبرة الكلام لندرأ الفتن. المطلوب منا أن نتعالى فنتقارب لنتحاور. أن نتعالى فنعيد عمل مؤسساتنا إلى السوية الطبيعية لنحفظ نظامنا الديمقراطي. أن نتعالى فنسارع إلى انتخاب رئيس للجمهورية. وفيما عز لبنان والعالم برحيل الكبيرين الفنان صباح والشاعر سعيد عقل، أعرب سلام عن ثقته بقدرة اللبنانيين الذين أنتجوا كبارا أمثالهما على إعادة الحياة إلى بلدهم والحفاظ على موقعه المميز حاضنا للمؤتمرات الثقافية وتفجير المواهب، على أن الاحتفالية الفكرية والثقافية لم تخلو من السقطات الاعتبارية لنقيب اتحاد الناشرين في لبنان السيدة سميرة عاصي. دولة رئيس مجلس الوزراء، دولة الرئيس سنيورا، دولة رئيس مجلس الأستاذ تمام سلام المحترم، السادة الوزراء. حسن إسماعيل خرج من كادر الحياة، أطلق رصاصة في رأسه ورحل، تحقيق هادي الأمين. بك حسن؟ نعم. فيك تطلع لي من الكاميرا؟ بديش. من على هذا الكرسي في بلدته زوطر الشرقية في الجنوب خرج حسن من كادر الحياة، أطلق رصاصة على رأسه ورحل. في ظروف غامضة وبسبب الأوضاع الاجتماعية والسياسية والاقتصادية الصعبة، قرر حسن إسماعيل أبو نبال الرحيل من دون أن يستشير أحدا. هو المناضل والبطل والشجاع الذي قاوم الاحتلال وأسر وخرج مرفوع الهامة وسط حشود من أبناء بلدته ورفاقه في الحزب الشيوعي، رفع على الأكف من منزله ليوارى في جبانة بلدته زوطر. كان أبو نبال مثالا للشجاعة في حياته وجمع الشيوعيين بتناقضاتهم في مماته. كشيوعيين تعودنا أنه نلتقي أوقات بظروف إلى علاقة بمهمات نضالية صارت تجمعنا المناسبات الحزينة جدا، حتى لو كانت هذه المناسبة بتحمل موت ملتبس. حسن أحد الرموز اللي عادة ما بتبين بالحياة العادية، اسمها ولا مرة ربما يذكر لا بالصحف ولا بالإذاعات. من الأوائل اللي ناضلوا لضرب كل مشاريع اللي بتضرب وحدة لبنان ووجوده، اللي ناضلوا من أجل الطبقة العاملة، من أجل حقوق الناس، من أجل حقوق ضيعته ومنطقته. شاءت الظروف أن نلتقي سوا بمعطق الأنصار، كنا بنفس الخيمة ننام بمعطق السيستي، وكان حسن بالمعتقل من أكثر الناس البارزين. بعدين حاول يشتغل بكذا محل وبكذا محل وما استحى ولا يوم، ولا كان يوم يعني مستحي بفقره، لأنه أساسا ربي ببيت هيك وطلع من هذا البيت. الأخيرا اللي صار مع حسن هو الأحباط الفراغ اللي صار بالبلد، أنه اللي مثل هؤلاء الناس المناضلين ما له محل. إضافة إلى عمله المقاوم، كان لحسن أدوار في مسرحيات زياد الرحباني. في اتصال هاتفي يروي صديقه الممثل عباس شاهين تجربته مع أبو نبال. يعني أنا عن جد فاجأني الخبر كثير، فاجأتني حتى الطريقة اللي راح فيها، إنه هالطريقة هاي ما بتشبهه، هذا إسرائيل وهم اللي أنا أدرون يعني.
التقينا مع زياد صار في علاقه شخصيه وشغلنا بخصوص الكرامه والشعب العنيد سوا. سجل مع زياد اغاني وكاسيتات كان هو موجود دائما معنا. لقد راح على حسن اخذا سره معه، لكنه ترك لوطنه واحبائه تاريخه الحافل بالبطولات. خيك شهيد وانا كثير مقدر وضعي، بس انما انت ببعض التصرفات صاير عم تسبب لي قصص كثير كبيره. يا حسن اخر مره عم بقول لك يا هيك بلا ما ننزل على الحدود لا اطلع من الكاميرا. خلاص خلاص ولك ارتاح انت، شو خاصك انت؟ يلا حسن خي شهيد، ولكنه خرج من الكادر. العنف الأسري يبلغ الأجنة في رحم أمهاتهن. تتوالى قصص العنف الأسري، وهذه المرة قضية جديدة ضحيتها أم وطفلها الجنين الذي لم يرد له أن يبصر النور بسبب تعنيف عائلة الزوج للوالدة أحلام. باسمة نعمان البالغة 31 عاما من بلدة تكريت تقبع في سرير مستشفى اليوسف الطبي في حلبة بعد تعرضها لنسف حاد أدى إلى ولادة مبكرة إثر تعرضها للضرب والتعنيف من قبل عائلة الزوج عزام ديب. اجت هالمرة قلت لها والله ضرتها بدها تطرحي عجلوا عباسمة، اجوا اخواتي ليطلوا عليها، قامت ضرتها شلفته بالحديدة، قامت باخته هذه لينا اخته درتي شلفتني بالطاوله ودرتها شلفتها بالطاوله وقالت لي بدي طرحي، وبنتي عامله عمليه، بنتي عامله عمليه هذيك السيزريان خلفي صبا. اذا بتطلعي من البيت ما عاد لك رجع عليك حتبري حالك طلقه. من هي؟ مرت عمي. مرت عمك قالت لك هيك؟ ايه قالت لي اذا بتطلعي عند اهلك نفسي صغيره لا هلا ولا بعدين ما عاد لك رجع على البيت بدي طلقي. توصل عنا هون بحاله ولاده مبكره تامة، يعني نحن نوصل من ولد ببيت دغري هي طبيعي. هي مطوله عم تقول انه متعنفه ما عم فينا بتعنف. هون نحن اكيد ما لنا دور، ما بنعرف انه اذا هيدا التحقيق اكيد والطب الشرعي هو اللي بيثبت اذا معنفه ولا لا. هي حكايه جديده من حكايا العنف الاسري من دون تفعيل الحمايه للمراه. وائل كفوري داعم لوائل ابو فعور. اليوم لما نشوف فراغ رئاسة الجمهورية لما تكون عم تحضر نشاط الأخبار شو بتقول؟ أنا وقفت على رئاسة الجمهورية، وقفت على الأكل وعلى الشرب وعلى المعيشة وعلى كل شيء. بتذكر لما عملت معك من سنتين مقابلة كان وقتها طالع قانون منع التدخين، وقلت بأنه يهتموا بأشياء الشعب بحاجة لها قبل ما يهتموا بأشياء هيك سنوية. اليوم لما تشوفهم عم يهتموا بهالملفات الغذائية بتقول نفس الشيء أو بتقول لا برافو عليهم؟ هني وائل بفعور أستاذ وائل بدي هني وبرافو عليه، وبنطلب منه انه يستمر. يعني ما تكون لا دائما بتقعد بمجتمع بيقولوا معقول يكون ضربه سياسيه خبطه سياسيه. قلت لهم انا وهلا يمكن كنا بشويه حديث هيك، قلت لهم كله راح يبين مع الوقت، بس اللي عمله كان هيك ولا كان هيك، بس انه في شيء واقع حكي عنه وهذا موجود. قد بتتاسف على المواطن اللبناني؟ يا اخي اكيد بتاسف، ونحن كان لازم نكون بغير وضع، بس مشكلتنا كلنا مسيسين، البلد كله مسيس و طائفة أكثر ما هو مسيس. خي البدك إياه قوله، ما عم نعرف نجتمع، ما عم نعرف. يعني تخيل حدا عم يحكي عن الأكل بيطلع حدا تاني بيقول لك الأكل لا بجنن. خي أنا قاعد عم بحضر، طب مين بصدق؟ لا ما هو المزبوط الأكل مش منيح، فلازم الكل يحكي والكل ينطفد لحتى نوصل لحل، لأنه بعدين عندنا أولادنا. أنا ما عادش خايف على حالي، صرت خايف على بنتي. يعني عن جد كارثة. مبروك عملك الجديد. الله يبارك بعمرك. سؤال بعرف انه صعب انك تجاوب عليه، بس شو سرك؟ يعني من فوق، يعني بس بده ينزل الالبوم. طيبة وبشتغل بحب وبحب شغلي لدرجة انه صار هاجس بالنسبة لي. يعني انا ما برتاح، فهذا كله بيترجم بالعمل اللي بقوم فيه.
فيك يا وجعي، ولو عم تسمعي مش عم حكيك تقلك انك ترجعي، عم حكيك تأطمن عحال اللي تركت فيك، عالحب اللي ما بيتمن وانت بعتيه تهنيك، عم حكيك تأطمن عحال اللي تركت فيك، عالحب اللي ما بيتمن وانت بعتيه تهنيك، عقلبي من يوم بعد لا مش حاسس انه معي. صفحة أخبار محلية متفرقة في هذا التقرير. نقل النائب الممدد جورج عدوان عن رئيس مجلس النواب نبيه بري ارتياحه إلى جو الحوار المرتقب الذي يجب أن يحصل، بصرف النظر عن التباعدات والخلافات الجوهرية التي لن تزول بين يوم وآخر. إنما اليوم نحن بحاجة لتخفيف التشنجات، لأنه آخر النهار كل ما نحصن وطننا وكل ما نروح لانتخاب رئيس جمهورية ولإجراء انتخابات ولخلق أجواء معقولة، منكون عم نجتمع كلبنانيين لنحارب الآفة الإرهابية يلي عم تعصف بلبنان. رحب العلامة السيد علي فضل الله بأي فرصة للحوار الداخلي تؤدي إلى تبريد الساحة من أجواء التوتر المذهبي وتسهم في حل كثير من الملفات. لا ننتظر أن تحل كل الملفات لا سيما تلك المرتبطة بظروف إقليمية ودولية، ونحن ندعو إلى حوار جدي ومستمر وبناء، فقد تعب اللبنانيون وتعبنا من حوار موسمي آني أو حوار ديكور أو حوار تقطيع الوقت انتظاراً لظروف جديدة. في بيان توضيحي طالبت لجنة تجار مسلخ بيروت وزير الصحة وائل أبو فعور بالتحري والتدقيق في المعلومات التي تصله عن المسلخ والتي فيها الكثير من الافتراء والمبالغة. إن المعلومات التي وصلتك فيها الكثير من الافتراء والمبالغة، فالواقع أنه وصلت إلى المسلخ قبل وصول سعادة المحافظ زياد شبيب سيارة أغنام أوروبية وفيها رأس منهك فذبحه المسؤول عن استلام الذبحيات، وقد صور في الإعلام على شاشة التلفزيون الجديد. في إطار متابعة الخطة الهادفة إلى الاطلاع على المؤسسات العامة في الشمال، زار محافظ الشمال القاضي رمزي نهرة المستشفى الحكومي في القبة طرابلس وجالوا الفريق الطبي على مختلف الأقسام في المستشفى، واستمع إلى المسؤولين الذين شرحوا حاجات المستشفى لجهة رفع المخصصات المالية له وتجهيز قسم العناية الفائقة للأطفال من عمر 5 أشهر إلى 8 سنوات. عكار قلب الوطن وروح الاستقلال هو عنوان الاحتفال الذي نظمته المدرسة الحميدية الإسلامية في حلبة بالتعاون مع عكار بريس، وتخللته دعوات إلى انتخاب رئيس للجمهورية وتثبيت السلم الأهلي والالتفاف حول المؤسسة العسكرية واعتماد السياسات التنموية تجاه عكار وسواها من المناطق لمواجهة التطرف الذي يدخل من باب استغلال الظلم والقهر والحرمان. احتفلت الجمعية اللبنانية للبيئة والصحة وبلدية دير الغزال بتدشين حديقة شهداء الأمن العام اللبناني، وذلك في احتفال كبير أقيم في قاعة كنيسة القديس جورجوس في البلدة، وطالب المحتفلون بضرورة تنفيذ مشاريع لكل القوى الأمنية من أمن دولة والجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي لكي لا تكون هناك تفرقة، وذلك للمساهمة في إعادة لبنان الأخضر الذي تغنى به وديع الصافي وفيروز. في اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، نفذ اتحاد الشباب الديمقراطي الفلسطيني اعتصاما حاشدا أمام مقر الأمم المتحدة بيروت، شدد فيه المتحدثون على أن خيار المقاومة هو طريق النصر ودحر الاحتلال الإسرائيلي والتصدي لمشروعه التهويدي في القدس والضفة. الخوف من الخطر الداعشي يسيطر على مختلف دول العالم، واعتقالات ومحاكمات بالجملة لمقاتلين أجانب.
يخيم هاجس تنظيم داعش على العالم أجمع، وبسببه تطلق التحذيرات وتعقد المؤتمرات الأمنية، ولعل آخرها مؤتمر أمني حول المقاتلين الأجانب في سوريا والعراق انطلقت أعماله بعيدا عن أعين الإعلام في بروكسل، وذلك على مستوى الخبراء الأمنيين من أوروبا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا وبحضور لبناني أيضا وبإشراف المفوضية الأوروبية. وناقش المؤتمر كيفية التصدي لعمليات التجنيد وتسفير مزيد من الشباب إلى سوريا والعراق. وتحتضن كذلك بروكسل اجتماعا وزاريا للدول المشاركة في التحالف الدولي ضد داعش بمشاركة وزير الخارجية الأمريكي جون كيري، فضلا عن رئيس الحكومة العراقية حيدر العبادي. ويتخلل هذه المؤتمرات والندوات زيارات مكوكية ولقاءات ثنائية وجماعية لدول العالم محورها الخطر الداعشي. وبين اللقاءات والاجتماعات محاكمات تجري على قدم وساق، وقد أصدرت محكمة بريطانية أول حكم بالسجن على شقيقين بريطانيين عائدين من سوريا هما علي محمود وحمزة نواز. ومنذ الثلاثاء الماضي تتحدث التقارير عن أبو رميثة بوصفه أصوليا سخرة من سكوتلاند يارد وأجهزة الاستخبارات البريطانية لإخفاقها في منعه من الانضمام إلى دواعش سوريا، وهو الذي لم يكن يحمل جواز سفر ومرصود بوصفه مقربا إلى الداعية المتطرف أنجم تشودري القيادي الأصولي الأمين العام الأسبق لحركتي المهاجرون والغرباء ومؤسسهما الداعية عمر بكري المحتجز في سجن رومي في لبنان. وفي بلجيكا يواجه 46 شخصا اتهامات تتعلق بتسهيل وتجنيد وتسفير الشباب حديثي السن للمشاركة في القتال بالخارج لا سيما في سوريا والعراق. والمتهمون ينتمون بمعظمهم أو هم على صلة بجماعة تعرف باسم الشريعة في بلجيكا، وقد حذرت السلطات نشاطها العام الماضي. أما في النمسا فقد اعتقلت سلطات الأمن عددا من المتطرفين يقومون بتجنيد إرهابيين وإرسالهم إلى سوريا في خلال حملة أمنية واسعة بدأتها القوات الخاصة في المدن النمساوية الرئيسية. وفي ألمانيا طالب ممثلو الادعاء بسجن ألماني يبلغ من العمر 20 عاما لبنة تزيد على 4 سنوات لاتهامه بالقتال في صفوف تنظيم داعش في سوريا في أول محاكمة من نوعها في البلاد. وفي أوزبكستان بدأت السلطات التحقيق مع الأوزبكي نادر زهالفيف البالغ من العمر 27 عاما الذي شارك في نشاطات حركة أوزبكستان الإسلامية في سوريا والعراق، وكان يخطط لتجنيد عناصر جديدة للحركة المسلحة للقتال في البلدين إلى جانب داعش. في ختام النشرة هذا تذكير بأبرز العناوين. كان في النشرة رحيل عصر عن قرن من الشعر. مشوار جيل عدني مشوار. الأهالي والأمن وجها لوجه. وطن وطن روس وين يا زلمة. وأول صدام مع السياسة. ما رح يكون في تسكير طرقات بعد اليوم، لازم يكون واضح هذا لكل الناس. يا خي نحن دمنا مر. الدستوري يرد الطعن. استفزني في القرار الحيثيات التي تصب كلها في حيثيات الطعن والفقرة الحكمية التي هي فقرة سياسية بامتياز. في الخاص الليطاني ارتفاع منسوب المجرور. حالياً الليطاني كله مجاريه. المياومون مشاوي وشباب. كان حدا بيو عطيه مبلغ مرتب فحب يجيب لحمه مشويه يشوي لحمه. حسن خيل الشهيد رحل من كادر الحياه. فك حسن؟ نعم. فيك تطلع لي من الكاميرا؟ بديش. وكان في النشره من وائل الى وائل هم غذائي واحد. أستاذ وائل بدي هني وبرافو علي وبنطلب منه أنه يستمر. عم حكيكي تأطمن عحوان اللي تركت فيكي عالحب اللي ما بيتمن وانت طاعتيه بهني. في ختام النشرة شكراً لحسن المتابعة. الموعد المقبل عند 11:30 من هذه الليلة، فإلى اللقاء.